مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم فطاير المقلاي. واو ما شاء الله بهيدا الشكل، فطاير كتير كتير طيبة ورائعة وان شاء الله بتنال اعجابكم. قبل ما نبلش الطريقة مع بعض بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا كوب حليب، بدي حط ملعتين طعم سكر فوقهم، ملعقة اثنين، بنحط ملعقة طعم خميرة، بحركهم شوي مع بعض لتتفاعل الخميرة، بنرجع بنكفي العجن. هلا بتركن 5 دقايق لتتفاعل الخميرة. بعد ما تفاعلت الخميرة بهيدا الشكل بحط نص كوب زيت نباتي، هيدا الكوب اللي عيرت فيه، هيدا الكوب عياره على كوب المقاس 1 3/4. رح حط 3 معالق طعام لبن، بسم الله، ملعقة، 2 3. اللبن بيعطي كتير هشاشة للعجينة، بتطلع مثل القطن. رشة ملح صغيرة، حوالي ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. إذا ملاحظين شغلي، هيدي العجينة عم بستعملها بكتير استعمالات، قد ما ناجحة وخفيفة وقطنية كتير طيبة رائعة. وكمان عندي بهيدا الجات 3 أكواب ونص طحين، الكوب اللي عيرت فيه الزيت والحليب عيرت فيه طحين، بحط طحين. خلصنا العجن، هلا بدنا نشيلها نحطها بجات. عجينة كتير كتير رائعة، بعتمدها بكل شيء، بالمناقيش بالفطاير، بتبقى 3 أيام طرية كأنه هلا عاملينها، ما بتقسى ولا شيء أبدا. بس بالخبز هيدي، بالفطاير لحمة بعجين كل شيء كل شيء طيبة، بالخبز ما بتنجح، هيدي الملاحظة انتبهوا لها. حط نقطة صغيرة زيت بالجات بس لأدهن الجات عشان العجينة ما تلزق. ندهن الجات، كمان هلا نفضي العجينة. بعد ما غطينا العجينة هلا بحطها بمطرح دافي وبتركها ساعة ترتاح لتخمر منيح. بعد ما جهزنا العجينة وحطيناها لتخمر، هلا جهزنا الحشوة. عنا هون حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي، لحمة مفرومة، بندورة مقطعة بهيدا الحجم صغير، بصل صغيرة كمان مقطعة بهيدا الحجم، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وكمان ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات. بحط البصل فوق الزيت النباتي وبقليهم مع بعض على الغاز.
بس قليت البصل وصار بهيدا الشكل. هلأ بحط اللحمة. بسم الله، كمان بقليهن مع البصل. هلأ بحط البندورة، كمان الملح، الفلفل الأسود، السبع بهارات. خليكم مع بعض منيح. هلأ بتركن لتنشف شوي المي، نرجع منطفي الغاز. رح حطهم بالصحن عشان يبردوا أسرع. كمان رح حط نص ملعقة صغيرة سماق. السماق بيعطي كتير كتير نكهة طيبة ورائعة بالفطاير. هلأ بحطهم على جناب ليبردوا. بعد الساعة بس خمرت العجينة، هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. حجم الفطاير انتو بتتحكموا فيه حسب الرغبة، يعني ممكن تعملوها كبيرة ممكن صغيرة، انتو حسب ما بتحبوا، بس انا رح اعمل هيدا الحجم. فينا نحط كمان جبنة اذا حبينا، انتو حسب الرغبة. كمان بسكرها بالشوكي. هيدي حلوة الطريقة للي ما عندهم فرن. هلأ بحطهم بجمعهم ثلاثة وبعملهم بالمقلة. بحطهم بالمقلاي. قد ما فيني بخفف الغاز، بحط الغاز على درجة حرارة 4. عندي أنا الغاز على 6 درجات أعلى شيء، حطيت الغاز على درجة حرارة 4. وانتبهوا كتير سريعة الطريقة، بتاخد وقت سريع لتاخد اللون الفطيري، يعني ما بتطول. شفتوا لونها شو حلو، كتير كتير روعة. هلأ بحطهم بالصحن بنرجع منكفي مع بعض. هول الفطاير بعد ما خلصوا عملت على جنبهم منقوشتين زعتر كمان. هيدا الشكل النهائي، لون كتير رائع وحلو، بس تخففوا الغاز بيطلعوا كتير روعة. هيدا الشكل النهائي وكتير مستوية العجينة. هول الفطاير اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.